طبعا اليوم المؤسسه تعرف استئناف كباقي المؤسسات تعرف استئناف برنامج الزياره الاسريه لفائده السجناء بعد توقف دام زهاء 3 أشهر ونصف جراء كما قلتي جائحه كورونا كوفيد 19. طبعا هذا الاجراء جاء كمواصله لتنفيذ البرامج والتدابير الاحترازيه والتدابير الوقائيه المعمول بها وفق دوريات ومذكرات المندوب العام لاداره السجون واعاده الادماج. طبعا كما قلت من جمله الترتيبات اللي عرفها هذا الاجراء هو اعداد واحد البرنامج شهري يراعى فيه توزيع على ايام الشهر بمعدل زائر لكل سجين مره واحده في الشهر اللي في مده لا تتجاوز 15 دقيقه. الهدف كما قلت من هذا الاجراء هو تفادي تجمهر الزوار على مدخل المؤسسه طبعا، وكذلك في اطار احترام التدابير الاحترازيه في اطار التباعد الاجتماعي داخل قاعه الزياره حمايه للمرتفقين من زوار وكذلك الموظفين وزائرين. طبعا تم تدبير هذه العمليه وفق واحد الوسائل اللوجستيكيه اللي وفرتها المندوبيه العامه لاداره السجون عبر واحد الفاصل زجاجي يتم من خلاله التواصل في اطار واحد حاجز شفاف، وهذا ما رصدناه من خلال محيه ديال الارتسامات على مستوى محيه على مستوى السجناء وكذلك الزائرين اللي كاين واحد التعاطف وكاين واحد المواكبه في اطار تشديد كما نقولوا في هذه الاجراءات الاحترازيه اللي كتمر هذه الوضعيه هذه في جو يراعى فيه هذه الاجراءات والاحتياطات الواجبه ابانها الظرف الاستثنائي. طبعا ناكد هذه الاجراءات الواجبه كما قلت فهناك تنسيق مسبق مع السلطات المحليه وذلك عبر تنظيم مسبق كما قلت يتم تكوين واحد الخليه مركزيه على مستوى المدخل الباب الرئيسي من خلال فرز الزوار اللي غادي يمكن لهم يدخلوا، من بعد يمكن الفريق الثاني اللي على مستوى المؤسسه تستقبل هذا الزوار وفق واحد التشوير فوالا يتم التعقيم ديالهم قياس درجه الحراره التاكد من الزاميه ارتداء الكمامات الطبيه، ثم يتم الولوج عبر واحد المقصف اللي يتم من خلاله احترام التباعد الاجتماعي، ثم كذلك تفتيش بعض الملافس اللي هي التي يتم السماح بها وتعقيمها من طرف الموظفين اللي طبعا يتم التعقيم ديال هذه المعطيات هذا من طرف تكليف موظفين ومدهم بمجموعه من الواجهات اللوجستيكيه كما عينتم في هذا الجانب، ثم بعد ذلك يتم الالتحاق على مستوى قاعه المزار ديال قاعه الزياره في انتظار الدخول. يتم الدخول على مستوى قاعه الزياره وبالتالي يتم قيام زياره مباشره مع السجين عبر واحد الفاصل الزجاجي اللي يتم خلاله التواصل والتاكيد حول الوضعيه ديالو حول المرور خلال هذه الظرفيه اللي كانت تقريبا زوات واحد 3 أشهر ما كانش في اطار ما تواصلش معهم، كان عن طريق اتصال الهاتفي من خلال الهاتف الثابت المسموح به داخل البرنامج ديال المؤسسه. اكيد انتم تتابعوا يوميا في اطار بلاغات المندوبيه العامه لاداره السجون، فعلى مستوى جهه الضربات لم يسجل اي حاله، وذلك راجع الى المجموعه من الاجراءات اللي معمول بها وكذلك المواكبه ديال هذه الدوريات والمذكرات. طبعا جمله الاجراءات الاوليه كما قلنا في السابق فيتم في النسبه للوافدين الجدد يتم وضعهم في واحد المكان خاص في داخل المؤسسه في واحد الجناح لمده 14 يوم تحترموا فيه طبعا يتم حجر صحي لمده 14 يوم وكذلك المواكبه ديالهم تحترم في واحد الطاقم الطبي اللي تتم المواكبه ديالهم يوميا من خلال اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الواجبه في هذا الجانب. هذا كنشكرك على السؤال باش نكونوا واضحين جدا. العمليه ديال الزياره تم التنظيم ديالها هذه مده وتم اخبار السجناء باش يخبروا العائلات ديالهم عبر الهاتف بيوم الزياره وساعه الزياره لان الزياره تقسمت على الزمان، وفعلا اتصلوا بالعائلات ديالهم. كاين العائلات اللي احترموا التوقيت ديالهم جاو فيه لان مثلا واخا عندك مثلا 2 مثلا يوم الثلاثاء راه عندك 10 وكاين اللي غيجي في 12 وكاين اللي غيجي في 2، وكاين العائلات اللي ما احترموش التوقيت وما احترموش حتى يوم الزياره واعتبروا ان المجيء ديالهم انهم ملي جاوا المؤسسه خصهم يدخلوا، وهادشي راه ما كيتماشاش مع اننا خصنا نتعاونوا جميع باش نحاربوا هذا الوباء. الا ما كانش التعاون ديال الزوار وكذلك التسهيلات اللي كتعطي المؤسسه التجاريه وانتم لاحظتوها راه ما غيمكنش نستمروا بهذه الطريقه هذه. الوضع ديال البلاد وديال العالم كيعرفوا الجميع، كذلك جميع حنا في حاله طوارئ صحيه وجميع قنوات ديال التلفازه كتبت اللي حاصل فالناس متبعين الاخبار، فما عندها حتى معنى انه ما عندكش اليوم الزياره ديالك وتجي لباب مؤسسه وتلح على الاداره ديال المؤسسه انك تدخل في واحد اليوم اللي ماشي اليوم ديالك.
هذا ما فيه لا مساعده للطاقم اللي مشرف على الزياره ولا كيتبدل اللي كيتكبد واحد الاتعاب اللي هي كبيره، ولا كذلك مساعده للمندوبيه اللي بغات تفتح هذا الباب ديال التواصل وديال التراحم ما بين العائلات. ولكن كيبان لي ان مجموعه العائلات خاصهم يفهموا الرساله وكل غادي يجي فوقته باش تكون الاستفاده جماعيه وتكون سلسه وكذلك تكون الوقايه من الوباء. يعني فالعائلات خاصهم يلتزموا بالحجر الصحي ويلتزموا بالاوقات اللي تعطاتهم من طرف اداره المؤسسه والساعات اللي تعطاتهم، راه غادي تدوز الامور في احسن حال. هاد الناس هاد الاحتجاجات ديالهم باغيين يضغطوا على اداره المؤسسه ان باش تسمح لهم فواحد الزياره فواحد اليوم اللي ماشي ديالهم، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نقوموا به. نطلبوا الله الوليد كاملين. هيا ربي يخليك اختي، الله يجزيهم بخير. شحال ما شتيش؟ ايوا دابا غدا كمل 10 شهور. هيا ايوا باقي ما قال لنا ما دابا باقي حنايا ان شاء الله. ايوا شويه الحمد لله الوليد ربي يخليك. ونطلب الله الهديه، نطلب الله الهديه. عند الوليدات كاملين، طلبوا ربي، الله يحفظك اختي. والحمد لله، والحمد لله، يفرج الله اختي، الله يخليك اختي، الله يحفظك. نعم، هذه أول زيارة، يعني أول زيارة ملي بدات الجائحة، أول مرة، حتى البارحة هذا عيطوا علينا الناس هادو، وقالوا لي يعني غدا إن شاء الله غادي تشوف دري ولدك. واليوم حنا جينا، فحنا كل شيء لقيناه مزيان، كاين التعقيم، كاين ذاك التباعد الجسدي. يعني كاين كل شيء متوفر مزيان، كلها متوفرة مزيان الحمد لله، كل شيء غادي مزيان بخير وعلى خير. وليدي عنده 19 عام. والسبب غير الدراري هما هادو صراحة، فقالت العقل كاين حتى شوية ديال الظلم، أكان كيف ما نقولوا صراحة، هي لا كيديروا ولكن لا راه كتشوف، كل واحد كتشوف صراحة، كل واحد كيشوف، لأن كل واحد كيحس، الحمد لله هذا هو اللي كاين. لا الحمد لله، الحمد لله كيف ما كان الحال جينا نشوفوا ولادنا، الحمد لله هاد الناس كل شيء جينا عند كنجيو عندهم كل شيء كيتعاملون معنا مزيان من البداية قبل من الجائحة ولا من دابا، وسعادة المديرة هو صراحة الإنسانية التعامل كل شيء مزيان الحمد لله. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي شتات السيد صراحة من نهار أنا كنشوف شنا هاد الناس هادو هما كيتعاملوا معنا مزيان، وسعادة المدير صراحة إنساني تعاملوا معنا، راه قلت لك يتعاملوا معنا كل شيء، ما بعدهم كيتعاملوا معنا راه تنوازل لا لا بخير وعلى خير. فين ما كنسولو كيقول لي الحمد لله الحمد لله، هذا كل مره فين ما نسولو كيقول لي والله لا بخير اولدي، ما الله ينفينا كل شيء، كنا يعني واكلين شاربين كل شيء مزيان صراحه ما غاديش نكذبوا. واحد قالوا لينا غير يجي غير واحد، مره اخرى ان شاء الله تجي عند امه. وانا جات فيها قالوا لي خصك تجي حتى انا راه ولدي، وان شاء الله الام تا هي راه مره اخرى غادي تكون ان شاء الله وبطبيعه الحال. وهذا هو راه كل شيء، راه هذه كيف ما كيقولوا الناس راه الكبده هي هذه كيف ما كان الحال. هي شتو الحبيبه شتو الله يجازيكم بخير، من نهار بدات كولورا فاش دخل صابت الورقه الزياره شتو خطره وحده من تما كاين ما شتوش. قولي مد وهاد الجيل هذا لا شي بورطافل ولاد المدينه، وهاد الدري عندي راه كبر هنا من 2015 صراحة، الله يرد به الله يعفو عليه. دابا عنده دابا في 19، لا يا كان ارتاح على الزنقة شوية، واني كنتمنى هاد الشدة زعما كنحس بيه يتحسن، كيقول لي هاد يوتوبا، كنقول لولدي الله يعفو عليه وكنعيش معاهم غير هما بجوج، لا أب لا والو غير أنا وهما وناس حياتي، كذب عليكم وهاد الوليدات. لا واحدة لا برا غير الدري الله يدي الله يجعل ربي يعفو لي عليه، ما كنعش كنبقى نشوف التصاور، قصريتي تكفات برمتي ما كنوقفهاش، الله يجعل ربي يرد لي بوليدي ووليدات المسلمين. ومن كيجي لي انا كنقول ما تقتلش، وما هادي ديك السكنه ديال المدينه انا كنترزق كنبيع الورد، كنبيع الورد خضر بالليل بها باش ما لقيتش اللي يعاونني، ما لقيتش اللي يكافح معايا، لا بحال اللي ميت في المحمديه ما كيعرفهمش، حتى مطلقه منه مني المراه مني الراجل. فرصه هي فاش كنخرج في الليل الدري كيبقى كيخرج مع الدراري، حاجه بسيطه هو وولاد المدينه ثلاثه، حتى هذاك السيد اللي ماشي لي بورطافل كنعرفو، كو قال لي كو عطيتو فلوس بورطافل ولدي خدا عام على بورطافل كيساوي 200 درهم. الحمد لله، لا الحمد لله كنشكر مهلين فيهم الحمد لله، وعيطوا علينا
البارح جيو تشوفوا وليداتكم وجينا دايرين قايمين بالواجب بالوقايه ديالهم، الله يجازيهم بخير. وهذا السيد سعاده المدير الله يطول عمره والله ينصر سيدنا، والحمد لله ونشكروه والله يجازيكم تتوما بخير. راه انا ما عنديش وغير كاريه وما عنديش، ونطلب من الله تكون هذه سبب الهدايه لي اخر مره واخر مره. رقط علي قلبي دابا 4 شهور عنده طالب 20 شهر 10 يكمل 20. الله يجازيكم بخير والله يوقف معاكم. تصوري دابا 4 شهور جايبه لي 10000 ريال وما عنديش، ربي طالع بيا كنخدم غير في الديور باش كنخدم 4 شهور. اش غنقول لك، ربي هو اللي كيطلع كيطالع بالكبد لداخل. كون صد دابا تقول دجاج ونسلم عليك. الحمد لله على قد جهدي كنجيب لي، على قد جهدي كنمد لي، على قد جهدي كنكسي، على قد جهدي ما عندي. لا الحمد لله لاباس عليه، نقي واكل شارب. انا علم الغيب ما نعرفش نكذب عليك يا بنتي، الا هو داير هو داير ما نقدرش نحكم. ربي هو اللي مطالع بيا. الكبده راه عندك يا بنتي، راك والده، الا ما شتيش ولدك غير جوج سوايع كيفاش كتحسي؟ وانا راه دابا العيد، داك العيد ما عيدش، وهاد العيد ثاني ما عيدش، ما صامش معايا رمضان داك العام وهاد العام. ربي هو اللي مطالع بيا.